السلام عليكم. موضوعنا اليوم هو عن هونداي الانترا 2021 الشكل الجديد. طبعا سيارة ضربتها حلوة واني احب هيك ضربة. السيارة وين موجودة؟ بمعرض علي ريس. اي استفسار اي سؤال عن السيارة تقدر تتواصل وياي على انستغرام او الفيسبوك مالتي موجود. خلينا نشوف السيارة ونشوف تفاصيلها واني ليش احب هيك ضربة. خلوكم ويا الفيديو. هاي السيارة يا شباب، ومثل ما تشوفون البتشم مالتها منها او المقدمة مال السيارة يعني شغل البلاد، وهاي الصفحة كلها على البلاد ما بيها اي شيء. راح تقولون ضررها وين هاي السيارة؟ السيارة من الخلف همين ما بيها اي شيء، سيارة بلادية. طبعا السيارة مواصفاتها مواصفات عادية، وحادث السيارة من هاي الجهة مثل ما نشوف. طبعا انا ليش احب هيك ضربة؟ هيك ضربة اضعف مكان بالسيارة وين صاير؟ هو هذا المكان. اذا اجت ضربة قوية بهذا المكان وهو اضعف مكان بالسيارة، راح السيارة تتفلش، يعني تنمرد مرد، يعني الضربة راح توصل للنص. بس اذا الضربة خفيفة راح تنضرب شوية وتوقف. راح خليكم سيارة مضروبة من الجانب، صورة مالتها وشوفوها شو صاير بها من أثر الضربة. بينما هاي السيارة أنا أعتبرها ضربة خفيفة. هواي ناس ما تحب هيج ضربة ويقول لك لا وما أدري شنو. لا حبيبي، هاي بنظري أنا ما لي علاقة بالناس، أحسن ضربة للسيارة، يعني أحسن سيارة تأخذها بهيج ضربة. راح تقول لي ليش؟ لان المقدمة مال السيارة ولايتات السيارة كلها بلادية وما ملعوب بيها ابد، يعني تصور تبريد ماي راديتر مال امريكا. هاي السيارة تبريد وماي راديتر مال امريكا، وهذا رقم الشاصي اللي يحب يتأكد، خاف يقول اكو بيها بعض ضربة مثلا ومصير. يا شباب وشوفوا هاي التفاصيل، ما شاء الله السيارة جديدة. طبعا سيارة شقد ماشية؟ ماشية 2000 يعني زيرو، وما شاء الله كل التفاصيل حلوة وسيارة جديدة. هذا المحرك مو جي دي اي، هذا المحرك ام بي اي. ناس تحب هاي المحركات بالعراق، يقول لك يعني بنزين عادي تشتغل عليه بدون بنزين محسن. وبالنسبة للليبلات، هذا الليبل وهذا الليبل وهذا الليبل البنيد، وهاي اللزقة، والسيارة موديل 21. خلينا نشوفكم باقي التفاصيل. مثل ما شفنا المحرك، طبعا القوة مال هذا المحرك 147 حصان. وهاي السيارة من هذا الاتجاه، خلينا نشوفكم باقي التفاصيل. طبعا ايرباك ستيرن ما طاق، ايرباك ستيرن سليم، ايرباك دشبول سليم. اللي طاقات الايرباكات اللي هو هذا الايرباك مال البردة والكشن، وهذا الايرباك البردة والكشن. ماكو شيء مضموم، كله قدام عينك تقدر تشوفه وتشيكه. هنا عندنا درايف مود، وهنا عندنا تشغيل كاميرا الخلفيه بها كاميرا واحده، وهذا المسجل مال السياره. السياره مثل ما قلت لكم ماشيه 2000 بس 2000. هنا ايش عندنا؟ هنا عندنا تشغيل وايقاف المحرك لفترات قصيره، وتحذير عنده مغادره خط السير، وتراكشن كنترول. بعد ايش نحكي لكم شباب؟ مثل ما تشوفون شباب، هاي منها السيارة. طبعا كشنات السيارة مو جلد، مخمل، بس بيهن تفاصيل حلوة، والجلوس بيهن كلش حلو لان جربتهن بصراحة. هاي المثلثة مال هاي الجهة اللي هي نقص. طبعا هاي السيارة ايش تحتاج؟ تحتاج مجرد بيبان اثنين تشد الهياء وتسحب التكمة شوية، امورك تمام، والسيارة تشتغل تمشي. تقدر إذا اشتريتها تقدر تروح بها وين ما كان على هالوضعية هاي، تقدر تروح بها لبغداد، تقدر تروح بها يعني مثلا إذا أنت من سكنة بغداد ما يحتاج تأجر كرين وهاي السوالف، تقدر تاخذ السيارة وتروح قيادة، لأن هي جتي من اليوسفية للمسيب قيادة وبدون أي مشاكل. السيارة أو تايرات السيارة الحجم مالتهن 195 65 ار 15، يعني الويل مالتها 15. بعد شنو ما حكينا لكم عليه؟
بها فتحات ان أنا يدخل الهواء على مود يبرد التائرات وانسيابيه اكثر. شوف ما شاء الله النظافه والسياره جديده جديده، طبعا تائراتها جديده همين، مرايه ما بيها شيء بس عوزها مرايه، يعني الكفر كله هذا سليم كلش ما بي، عوزها بس مرايه. عندك هنا بني بيبان اثنين تفتحهن تذبهن تجيب بيبان نفس اللون امريكيات وتشدهن تسحب هاي التكمه شويه قفلت السياره عندك ما بيها اي مشاكل. طبعا بصراحه اللي يريد يشتري الانترا ويحسبها زيرو ياخذ هاي السياره، لان هاي السياره اول شيء زيرو ماشي 2000، ثاني شيء موديل 21 ولونها مميز وكلش حلو، وتقدر ما تخلي بيها صبغ اذا اذا تجيب تتعب شويه وتدور بيبان نفس اللون، هاي السياره تنباع بدون قطره صبغ. وشفنا السياره شباب لهنا وانتهى الفيديو. سواي تسال ايش قد سعر هاي السياره؟ هاي السياره سعرها 152 بها مجال شويه. راح اخليكم الرابط مالتي مال الانستغرام بالوصف والفيسبوك، اللي يحب اي استفسار اي سؤال عن هاي السياره انا موجود. واذا تريد تشتريها سياره موجوده ببابل المسيب معرض علي رئيس. هسه ما مشتركين بالقناه اشتركوا بالقناه، والعجب الفيديو يعطينا لايك. في مال الله.